نادي الزمالك بقى وموسم الانتقالات اللي فيه شايفه ازاي؟ نادي الزمالك محمود حماده موقع لنادي الزمالك، ولكن لما يتم تفعيل مساله البيع من فاركو بعد، في محمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش ده والمنتخب الاولمبي، وده لعيب هايل بالمناسبه، ده ممكن يكون اقرب بالصفقات. بس تبقى مشكله الزمالك ان هو عنده ازمه حقيقيه في السيوله الماليه نتيجه للازمه اللي بيعاني منها دي، الحجز على ارصدته. نادي الزمالك مستني الفلوس، الغرامه اللي موقعه على كهرباء اللي حوالي 2 مليون 400 او يعني توصل لكده 2 مليون 400 2.5 مليون دولار عشان يبدا في التعاقدات. نادي الزمالك من حقه ان هو يحصل على فلوس كهرباء قبل يوم 3 اغسطس، بعد يوم 3 اغسطس كهرباء هيتوقف لو لم يسدد الغرامه. كهرباء في نفس الوقت بيجمع الفلوس، النادي الاهلي هيساعده زي ما كل الناس عارفه، ولكن في النهايه لازم ياخد مخالصه من نادي الزمالك عشان يبعتها للاتحاد الدولي يقول ان انا سويت سددت الغرام. الازمه بقى مش في الاثنين ونص مليون دولار اللي هياخدهم، اللي ممكن يكونوا يعني مبلغ كويس. الازمه في الغرامات اللي موقعه على اللعيبه في نادي الزمالك، ما دي كارثه برضه. انت بتتكلم في ان في شيكابالا حوالي مليون ونص دولار، بتتكلم في اتشن بونج 180 الف دولار، بتتكلم في ان في خالد ابو طيب 900 الف وشويه، ارقام كبيره برضه. فارقام كبيره، والزمالك ما فيش سيوله للاسف يعني.